Assalamu alaikum, brothers and sisters. As you may have seen from our previous video, One Nation distributed baby milk, rice, and also did cash distribution for many of the widows and orphans inside Madaya. Our team also distributed firewood for cooking and heating, and Alhamdulillah, One Nation has just received footage of our team purchasing rice and distributing it to the most needy people in the under siege areas of Madaya. Drzakirnaik, care for all your continued support. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulullah. Nashkar Hamlet wa al-Nation ala ma tahtum bihi bil musa'ada li ikhwanihim fi matah wadaya al-muhasara wa ma yatum bihi tahdim al-aayina jazahum Allah khair ala bi tarikh 28-1-2019. نشكر جمعية ون نيشن على ما تقوم به من مساعدة لإخوانهم المحاصرين في منطقة مضايا وبقايا جزاكم الله كل خير شكرا بارك الله فيك الله يهديك نشكر جمعية ون نيشن على ما يقوم به من مساعدة لإخوانهم المحاصرين في منطقة مضايا وبقايا جزاكم الله خير شكرا الله يبارك فيك خيرك وجل بارك يلا قول يا رب يا رب يا رب هيدي رز وبرغون وزيت وخد كليات نشكر جمعية والنيشن على ما تقوم به من مساعدة لإخوانهم المحاصرين في منطقة بقين ومضايا جزاكم الله خير الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك نشكر جمعية والنيشن على ما تقوم به من مساعدة لإخوانهم المحاصرين في منطقة مضايا وبقايا جزاك الله خير. شكرا يا أخي. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يجزيك خير. الهيئة الموحدة للإغاثة في مضايا وزوداني تقوم بتوزيع مئات الأرز على المحاصرين بالتعاون مع ون نيشن. يعطيك العافية يا أخي. العافية أخي هاي حصة من الكيلو من الرز مقدمة من الهيئة العامة الهيئة الموحدة للإغاثة في زوداني ومضايا بالتعاون مع ون نيشن الله يجازيكم خير الله يبارك فيكم الله يبارك الله يفرج عنا وعنكم